شعباز هات الخضار ده علشان خلاص. محمود صباح الفل، شوية فاكهة ايه نقاوة مسحهم لك بشرابي ما فيهمش طينة. محمود محمود الله الله قوم يا كوب بس قوم. هذا الخنجر يا لوحو بيه خنجر وفنجر. قوم 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 معاك فلوس افتح لك، معاك حمام افتح لك. قوم يا ام سماح قوم قوم يا ام سماح. معلش يا قائد والله بس سرحت في النوم شويه. ده انت اله الاسفاف وانت بتحلم مسف وانت صاحي مسف. دي الامانه دي الامانه اللي امنتها لك، بقول لك خلي بالك عليه. طب خد القرار ده، 7 سنين واقف المسرح وحقلبه صاله تزحلق حمله بطريق. قوم قوم عايزين نفوق محمود. انده شهباز. شهباز لا انا فايق انا تمام زي الفل الحمد لله. ايه ده؟ امال كنت بتشتغلني؟ عامل لي فيها نايم؟ انا مش نايم يا سلطان، انا بعمل مديتيشن. في بنطلونك يا محمود كده وش وقول علينا احنا المعفنين. انتوا معفنين على فكره يا سلطان. مديتيشن يعني تامل، انا متعود اصحى الصبح اتامل. طب هو في حاجه لما تقول انك مأمل؟ مكسوف مني يا محمود. اجري يا ابني هات شويه بطاطس ندعك فروة راسه. يلا البطاطس خلص يا قائد بس انا ممكن انا افليه. اوعى ايدك ما حدش يلمسني. انت خربتها لي من تحت، سيبني استمتع باللي فوق لو سمحت. خلاص 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 يا محمود. اوعى ايدك. خلاص يا محمود بقى خلاص كفايه. روح روح يا زيد شوف المسرحيه بتاعتك اعمل عليها بروفا. يلا مسرحيه؟ ما انت اصدرت قرار وقفلته. انا القائد واصدرت قرار دلوقتي، المسرح رجع. الله عليك يا قائد وعلى قراراتك المحنكه يا محنك يا ابن المحنك. ولا الواد ده بيقول كلام عادي ولا بيشتم؟ ده بيكبرك يا سلطان. بتكبرني؟ طبعا. طب طير. خد يا محمود شويه فاكهه منقيها لك ايه بالواحده والله. تقعد تقعد يا سلطان. ها قول لي عملت ايه مع كارما بقى امبارح يا محنك يا ابن المحنك. انت كده بتكبرني؟ بكبرك طبعا يا سلطان. ماشي. ايه ده انت عرفت منين انا جاي اقول لك ايه؟ سلطان يعني انت جاي جايب لي فواكه زي البتنجان والكوسه دي عشان جمال خدودي؟ انت جوزاء يا سلطان والجوزاء تفضحه عيناه. يا ابن المحنك انت بتشتمني يا سلطان؟ يا ابني بكبرك انت هتجنني. بقول لك ايه مش هنلعب اللعبه دي تاني. خلاص يا عم ما نلعبهاش. ها قول لي قالت لك ايه لما رحت تعزي فيا؟ كارما انت مش هتصدق. انا نفسي كنت هصدق وانا مصدق فما صدقتش لان الموضوع صعب تصدقه. ما يعني انت عارف عشان تصدق الحاجه لازم تكون اصلا يعني متصدقه. هي 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 ايه ده؟ انت مصدق؟ انا مش مصدق. ازيك يا بشار مصدق؟ الواد ده مش هيصدق. انت مش مصدق؟ يا سلطان انا هصدق، انا عذراء يا سلطان بصدق اي حاجه. ها قالت لك ايه؟ قالت لي يا سلطان. قالت لك يا سلطان ايه؟ قالت لي يا سلطان بس. يا سلطان؟ هو انت مش اسمك سلطان؟ ايوه يا عم اسمي سلطان. طب ما هي اكيد هتقول لك يا سلطان. هي اصلا مش متعوده تقول لي كده، هي دايما تقول لي ايه؟ يا نطع يا جربوع يا مبربر يا معفن. بتقول يا معفن يا معمص. ولا الكلمه دي انت اللي عايز تقولها لي وحاططها في النص. لا يا سلطان انت معمص فعلا اهو والله. تصدق معمص؟